كفن سهل ويتغسل في مكان خارج بيته وعيل ما يصحش ولا ما حدش عايز ياخد البيت يكفنه عشان بيقولوا انه ما يصحش حلم بكر يخرج من المستشفى. قولي لنا كده قد قد كده التصريحات الاخيره. لا انا ما عنديش. طيب كلمينا بس يا فندم بعد اذنك قد كده التصريحات الاخيره. يعني حضرتك في اتهامات كتير على السوشيال ميديا عنك وكده يعني ردي على هشام. يا فندم انا عايزه هشام بس كلمتك انت قدام الناس هي شهاده حق ليك انت قدام ربنا. انا محتاجه متابعينك انا يا محتاجه بس ما عنديش حاجه تانيه من فضلكم بس طيب. عايزه اقوم اروح النيابه. طيب يعني كمان عايزه نطمن على اسرتي يعني انا لسه يعني احكي لنا عن اللحظات الاخيره يعني بالظبط احكي لنا بس على لسه على اللحظات الاخيره قولي لنا كده يعني انت قابلتي الهجوم ده ازاي؟ هو كان في هجوم شرس يعني خلال الفتره الماضيه من الاسره واجهتي ده ازاي؟ ولا اي حاجه غير ان انا كل اللي بفكر فيه استاذ حلمي يروح لمثواه الاخير في امان وسلام. اللحظات الاخيره بس بينكم يعني احكي لنا ثواني يا خلود هل ينفع يقعد 3 ايام؟ لا طبعا انا نفسي اعرف في حد في ايه في القران ثواني يا جماعه بس بلزقكم في ايه في القران بتقول ان واحد يقعد 3 ايام ما يدفنش؟ طبعا كلنا طبعا نعرف تفتكري مين المتسبب في ده طيب؟ كانوا فين بقى؟ مين المتسبب في ده؟ كانوا فين؟ اللي بيتكلموا دول دلوقتي هم كانوا فين اصلا؟ كانوا فين؟ اه كانوا في بيوتهم انا ما شفتهمش قبل كده. ما هو استاذ حلمي بنفسه قال كده بس يعني انا كنت غايب من الصحيح ما شفتهمش قبل كده خالص. بعدين هنطلع انا بقول لك على منصه وانا اتحاسب على كلامي. استاذ سماح بعد اذن حضرتك ما شفتهمش. لا ما فيش استاذ سماح كان في تصريح ولا اخواته حتى كان في تصريح اخير من حضرتك ردا على نجل مستر حلمي بكر بتقولي كانش صح ان هو يعني مضغوط اكيد يعني ربنا اللحظات الاخيره بقى اللحظات الاخيره ما بينكم احكي لنا مين طيب قولي لنا كده حاجتين حضرتك متجهه على فين؟ حبه سيبينا وتروحي فين؟ النيابه علشان نطمن على استاذ حلمي لانه لسه على وش الارض. انت كنت متواجده في النيابه في الصباح الباكر؟ لا مش متواجده محجوزه انا متواجده عشان استلم جثمان الاستاذ حلمي. بس طيب كلمينا كده كان في النيابه الصبح عشان متخانقه. انا في النيابه من الصبح عشان متخانقه للساعه 6 مساء علشان نطمن على جثمان استاذ حلمي عشان وصيته الاخيره ما تسيبنيش لحد. اتكلمينا على الوصيه الاخيره. ايه هي الوصيه عباره عن ايه؟ معلش طيب حضرتك استحملش حد وهام وهام تاخدي بالك منها. يعني وهام ده انا عارف ان هو روحه فيها على فكره كان قاعد معايا شخصيا والله العظيم وهو بيحبها جدا. وهام دخلت تقول له اصحى يا بابي عشان نمشي. طيب كلمينا كده عن اللحظات الاخيره في حياته كان يعني حضرتك بس في اتهامات كتيره ليكي على السوشيال ميديا حاولي ترد عليها حاولي ترد على هذه التهامات هنرد عليه بعد ما ندي الاستاذ بعد ما الاستاذ يدفن هيكون رد على كل الاتهامات ربنا قال اكرام الميت دفن هيكون ليكي ظهور طيب بعد ان شاء الله يعني اهلا بحضراتكم متابعين الكرام في كل مكان مع حضراتكم خلود سعودي يعني زي ما حضراتكم شفتوا ان زوجته في حاله صعبه جدا مش قادره انها تتكلم ولكن احنا دلوقتي من داخل منزل الموسيقار الراحل حلمي بكر يعني صوره امام حضراتكم يعني كانت تضحي بين بعض المصلحات حاله من الحزن الشديد يعني المرض الموسيقار الراحل هنا يعني مجموعه من الصور أمام حضراتكم كل صور وذكريات الراحل الموسيقار حلمي بكر من داخل منزله بسبب الهجوم الكتير اللي عليه هجوم كتير على زوجة حلمي بكر زي ما انتم هي طبعا كان اخر كلمات المرض الموسيقار حلمي بكر انها هتتجه الى النيابه العامه الان هي تكمله حل نعم حضراتكم صور مع المشاهير وذكرياته امام حضراتكم صور للموسيقار حلمي بكر وهو في مؤتمر العمر العمر وكبير مدينة بشكركم مشاهدينا انت كنت عايز دقيقتين صح؟ انت خدت ربع ساعة لازم نفضل حضراتكم حيطه يا ابني الحيطه يا حبيبي اهي يا حديدي يعني ممكن حضرتك نستشهد بيك في اللايف بما انك احد اقاربها يعني احكي لنا اللحظات الاخيره واللي حصل يعني احكي اللحظات الاخيره انه الاستاذ بسم الله ما شاء الله بدانا في مرحله وهو هنا انها كانت مرحله بشهاده الدكتور حسن الدكتور محمد الطبيب المعالج اللي كان بيعالج في القلب انه قال ان احنا لو احنا في اي مستشفى ايا كانت نوعها وايا كان مستواها
مش كنا هنوصل للنتيجة اللي احنا وصلنا لها بسم الله ما شاء الله، لان هو بدات عضله القلب تاخد ايه سبب نقله الى الشرقيه؟ هل فعلا خطف يعني زي ما بيقولوا ولا ايه الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا؟ لا معلش كان هو اللي طلب، هو طلب من حضرتك. لا انا هقول لك، انا هقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اولا عجزنا هنا ان حد يراعي الاستاذ رعايه صحيه من النوع الثاني اللي هي الخدمه المنزليه. ليه ما يتمش مراعاته داخل المنزل اللي احنا بنتكلم فيه حاليا؟ يعني من المؤسسين. استنى عشان اقول لك. اتفضل. صلى على النبي. يبقى احنا يا حبيبي جبنا ناس كتير من المهندسين من هنا ومن ارض اللواء ومن الشرقيه. كل اللي يجي ما يتحملش طبعا الظروف الصحيه اللي هي الثانيه. اما مراعاته علاجيا وغذائيا بشهادة الدكاترة كليتها اللي اجمعوا انه هو واخد رعاية كاملة اونلاين. طيب كلمنا كده احنا ايه سبب التعب بتاعه يعني قبل ما يموت بقى وتم نقله للمستشفى؟ التعب بتاعه سؤالك حلو. صلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. احنا بطبيعتنا شرقاوة، والطبع الشرقاوي طبع الفلاحين الكرم معروف عنهم، شيء طبيعي. بس لما تيجي تنكر لما تيجي تنكر وانت كراجل اعلامي قاعد معانا وعايش معانا وشايف الوضع قدام منك وما جيتش في اي وقت لما انت شهدت بالكلام ده، وتيجي ايا كان نوع اي مقالة تنزل او اي تفسير ينزل مش منطقي لا شكلا ولا موضوعا وما تردش، ويبقى لك انت عين في الحياة ان انت تيجي تعمل معايا لقاء، فمن حق ان انا ارفضك. هو جه في الفترة الاخرانية حس بالعزلة كاملة وما فيش اي مبررات ليها غير ان هو بدأت حلم بكر القيمة والقامة والهامة والهرم الرابع في مصر ان هو توصل بيه المرحلة انه ينام ريح الفراش. طيب فهي واقعيتها عليه كانت اصعب. انا قاعد هنا مش عايز اروح المستشفى. كان بيقول ثانيه ما تيجيش كده. طب كلمنا هنا السؤال اللي انت هتساله هرد لك عليه. تمام. اخر كلمات يعني مش كتير، انت شاهدت اللحظات الاخيره في حياته واخر الكلمات وانا بصور ثلاث كلمات وانا فوق دماغه على السرير. قال ايه طيب؟ كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم في ايه؟ انا هيتعامل فيا كده؟ انا يتعامل طبعا البيت عندنا في شاشه واثنين ومحطوطين زي ما هم صوروا للراي العام ان البيت المحيط بحلم بكر اللي هو عايش فيه ده اوضه مترين في مترين. في نفس الثانيه اتصور الفيديو من قلب المكان اللي هو نايم فيه. البيت ببلكونته بالحمام بوضعه الطبيعي تمام التمام، المكان اللي هو قاعد فيه مش ناقصه حاجه. هنا قلب الحقائق بالنسبه له كانت اصعب من اي شيء انه يلاقي نفسه بينقال عليه الكلام. ردك على تصريحات ابنه الاخيره، الابن كان اتهم ارمله السيده سماح القرشي انها ليها دور كبير يعني في وفاته. لا ردك على التصريحات دي؟ لا انا اقول ان هو عنده حق، واي بني ادم مكانه كان هيرد الرد ده. ليه؟ انت سمعت بالوشايه. انت سمعت ما شفتش. انت سمعت ما عايشتش الواقع اللي هو فيه. ما سالتش الناس اللي انت اساسا انبعتت من مصر باخواته عشان يشوفوا الاستاذ في حالته الطبيعيه 24 جراط وقالوا قوم تعالى معانا. قال لا انا قاعد هنا مع ماما اللي هي اختي اني اللي هي ام الاستاذه سماح ومع مراتي ومع بنتي. طب تعالى كده على تشريح الجثمان. نعم. الابن بيطالب بتشريح الجثمان وده طبعا كانت دعوه مقدمه من المستشار مرتضى منصور. ده كلام صنع. هو موكل من الابن. حبيبي حبيبي كون ان انت تكون موكل وبتبلغني فانا مش هاخد كلامك صدقا. لا ابنه موجود. ابنه دائما يعني في امريكا واتى اليوم لرؤيه نظره الوداع الاخيره. يجي هو اللي يكفن ابوه وانا رفضت النهارده. قلت لو ابنه قعد يوم اثنين
مش حد هيكفي ان ابوه غيره هو ويفتح كده وشه كده ويشوف وشه كده بسم الله ما شاء الله منور ووشه حلو بسم الله ما شاء الله وختمة الصلاح نزل على وشه وقاعد نظيف وهدومه عليه بشهادة جميع الأطباء وجميع الناس المحيطين به وبشهادة إخواته. فدي عملت واقعية عنده إن أنتوا تخليتوا عني كوسط. أنا حضرتك صديق مقرب لي؟ نعم. حضرتك صديق مقرب لي؟ خش على اليوم السابع أو على النت أو على أي حاجة. دون الزجب أسماء. لا أنا كنت بحبه هو. بطاقة تعارف بس سريعة. لا أنا كنت بحبه هو أكتر من أي حد في الدنيا وهو عارف الكلام ده والدنيا كلها عارفة. يعني حضرتك أحد أفراد الأسرة من 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 الزوجة. أنا خال الزوجة. أحد أفراد الأسرة. وكنت متواجد معاه في اللحظات الأخيرة. والسر ده كان الدكتور حسن وش أشياء عندنا. والدكتور عبد العزيز قاعد هنا وانا مصور معهم والصحفي محمد الصباح ومصورين هنا وقاعدين هنا بعد ما كلنا وتم التمام وصورنا هنا وطلعت في اليوم السابع. بما ان حضرتك من المقربين لي احكي لنا كده سر محدش يعرفه عن الراحل حلمي بكر. سر الراحل؟ سر عنه محدش. لا 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 اصل السر عنه لان الاستاذ حلمي كان الكلام بتاعه يقاس باغلى من الذهب. أغلى من الدهر. فكله كان يقول أنا يتعامل فيه كده بعد ما مديت إيدي للدنيا كلها. من مين يا فندم؟ اتعامل فيه كده من مين؟ اتعامل فيه كده من مين؟ من جميع من زي مين يا فندم؟ زي اللي أنت بتسمعه الوقت إن هم عايزين يقطعوه. زي اللي أنت بتسمعه الوقت إن هم عايزين يتشرحوا. ده قيمة وقامة. ده لازم يتعمل له تمثال. ده بيتعمل ده القامات والهامات العالية ديت في بلاد بره بيتعمل لها تماثيل. احنا هنا بنهد كيان 1500 لحن و1500 عمل موسيقي 1500. انت تعرف كان المستر حلمي بكر لحن اغنيه لكوكب الشرق ام كلثوم؟ انت بتقول مين؟ وفي الاخير انا بقول لك 1500 عمل هو عملهم. مش هيتبنوا من 1500 فنان. طب ايه اخر رساله قالها لك؟ اخر رساله؟ اقسم بالله قبل ما عايز اشوف اي حد ولا حد يخش عليا. يعني في اتهامات اتوجهت لحرمه السيده سماح انها بتمنع المقربين ان هم يزوروه. لا. هو طرد اكتر من صحفي ومنع انه يخش. طب نقول المقربين ليه؟ يعني النقابه، الاصدقاء، الاقارب. النقابه ما كانوا بيجوا الاستاذ الدكتور حسن قشش والاستاذ عبد العزيز اللي هو الملحن الكبير. وبنقعد ناكل على الترابيزه ديت وبيقعدوا يهزروا معاهم. يعني ما كانتش بتمنعهم يعني؟ لا. طب كان توقع ان ده هيحصل فيه يا فندم؟ كان توقع ده ان ده هيحصل فيه؟ كان توقع ان ابنه هيجي وهيطالب بالتشريح؟ لا ابنه ما طلبش بالتشريح. احنا بنتكلم من مسكر حلمي بكر. كان توقع كل ده قبل وفاته؟ عمر ابنه. وانا انا عمري ما اتوقع ان هشام. اسمعني يا استاذ. الموسيقار حلمي بكر كان توقع ده؟ كان توقع ان ده هيحصل بعد وفاته؟ لا لا لا. قال للزوجه كده؟ لا 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 لا. ولغايه اخر ثانيه وكان يقول لريهام ديت خلي بالك خلي بالك انا هنسى لا اخوك. طيب احنا كنا استمعنا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى الشرقيه ويعني طبيب مختص قال ان الوفاه كان بسبب تسمم بكتيري. ده وفق التقرير الطبي الاخير يعني الصادر من مستشفى الشرقيه. هو شرح قلنا كده هو توفى نتيجه توقف عضله القلب ولا بسبب تسمم بكتيري ولا جفاف بالزبط. ولا جفاف يعني كده ايضا جفاف. توفى ازاي؟ المستشفى صرحت. المستشفى صرحت. انا عارف والله يا استاذ. المستشفى والله. هل الاكل اللي كان بياكله صحي؟ لا مش طبيعي. يعني احنا كل ايه؟ اكلنا مش صحي؟ احنا كنا في غزه بقى احنا بناكل اكل حيوانات. قعد كام ساعه في المستشفى؟ نعم قعد كام ساعه في المستشفى؟ ما فيش. هو مجرد ان هو تعب وبدا مش قادرين نديله حقن مش يطلع. يلا يا حبيبي هات المستشفى. وهو راح المستشفى كان عامل ايه؟ ما هو صح. هبعت لك الفيديو دلوقتي تشوف. يعني بهدل الدنيا. بمناسبه الفيديو يا فندم ده عايزينه بهدل الدنيا. انا مش رايح ولا ما ممكن نستاذنك الفيديو بقى اللي معاك اللي هو ما طلعش لاي حد خالص توريه لنا للناس. حاج سعيد. نعم حاج سعيد. الفيديو دوت الفيديو ده هيرد على ناس كتير قوي. حاج سعيد كلمه ويوضح الحقيقه. هيوضح الحقيقه للناس. صدقني عشان الظلم وحش. والله ما تهمني الحقيقه قد ما يهمني حاجه واحده بس ان
ان ان ان ان القيمه والقامه دي ما يترماش في الثلاجه زي الثلاجه دي. ده اللي يهمني. انما ما تقول انت عايز تقول. احنا شايفين اقاويل عماله تتقال. ما تقول طيب. طيب حاج سعيد كلمه اخيره، انت شفت ازاي الحرب الشرسه اللي دارت امام المستشفى امس بين مين اسره المستشار حلمي بكر والاستاذه سماح؟ قالوا انها جابت لهم بلطجيه او الشراقه وتعدوا عليهم بالبلطجه. يا ست الكل السؤال بتاعك ده بس يا بيه. السؤال بتاعك ده تقدر ان انت تراجعي الفيديو وتشوفي ايه هتشوفي ولد هتشوفه. الحاج السيد ابو خيري ده من اغنى اغنياء واسرع اسرياء البلد. الاستاذ محمد ابو سلامه عمده البوها وكان ضابط قوات مسلحه. الثالث المعلم عبد الحكيم ابو عرب راجل مقاول. الرابع صبر اخويا طبعا مقاول ومعروف. ماشي. مين الخامس اللي كان معاه؟ الاستاذ حسين عبد النور مدير المركز الثقافي. فدول البلطجيه اللي طلعوا على الاسعاف عشان يضربوا الناس ويعملوا الناس دول تيجي تعدوا يعني على دول المجموعه اللي جت في الميكروباص اللي لما جينا عند التخطيط. طب ايه اللي حصل في الطريق بقى؟ ايه اللي حصل في الطريق من كفر صقر الى الشرق الى القاهره؟ يا ست الكل اسمع حضرتك ايه؟ خلود. يا استاذه خلود قبل ما يخشوا على النقطة الكمين اللي هو أفهم اللي هو بتاع السلام كانوا بيغيروا الطريق. احنا طالعين من هناك من كفر صقر على أساس ان احنا جايين هنا بيته يتغسل في بيته ويتكفن في بيته ويطلع من بيته لان ده بيته هو. ما احنا لو طلعناه المستشفى وديناه بيتنا هيبقى ليك حق انت يا اخويا حق لاي بني ادم. طيب طولت ما الراجل عايش طولت ما الراجل عايش فلازم تعرفي في حقوق. ايه هي الحقوق دي؟ طولت ما هو عايش مع مراته ومع بيته ومع عياله ساعه ما يتوفى بيبقى ملك اخواته وملك امه وملك ابوه يدفنوه في مقابرهم. فاحنا ما بنتخطاش اصول. الدليل ان بعد ما خدنا شهاده الوفاه وتصريح الدفن اخويا يعني اللي هو المعلم صابر انا ادالهم اداه لمين؟ لاخو المرحوم الموسيقار حلمي بكر. اداهولهم بايد خد. جم قبل الكمين وقال لك لا نغير بقى الطريق بقى نروح. السؤال واحد. طيب يا حاج سعيد كلمه اخيره قبل يعني ساعات قليله من الجنازه والدفن والعزاء تحب تقول ايه؟ كلمة أخيرة في نهاية البث المباشر من الحاج سعيد اللي هو أقرب المقربين لحلمي بكر أو لاحظ أستاذ حلمي بكر أستاذ حلمي بكر عفوا مع حفظ الألقاب القيمة والقام. أقول أسأل الله العلي القدير أن يذهب عن عباده أكبر مرض وهو الكذب وإخفاء الحقائق وتزييف. من مين يا فندم الكذب وإخفاء الحقائق؟ أنا بقول أسأل ربنا. تمام يعني أنا مش عارف بعد أنت ما تطلع هتعمل زي اللي عمله قبل منك ولا لا؟ إطلاقا يا فندم. فده ما لا معلش ما هو كله بيقول إطلاقا. بس إحنا بنيجي ساعة الإطلاقا ديت بنبص نلاقي اللي إيه؟ الفتيل بتاع الإطلاق. إحنا دلوقتي أمام قضية فبنجيب الأطراف، جبنا يعني الطرف الآخر ودلوقتي بنجيب طرف حضرتك وكده يعني جبنا أصدقائه النهارده مع أسرة زوجته علشان نوضح للناس الحقيقة والناس ليهم إن هم يحكموا. يعني إحنا بنعرض الطرف والطرف الآخر والرأي والرأي الآخر والجمهور له يعني الحرية والجمهور هيسمع من الطرفين وهيحكم الحقيقة فين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم متابعين الكرام في كل مكان. كنت مع حضراتكم أنا خلود سعودي. شكرا لمتابعتكم.